كسرة. امتى لما صرتي ام اول مره شو كان شعورك؟ الحقيقه كنت يعني مجهزه حالي مليون بالميه. اذا بخبرك هي ولا مره حكي بالموضوع، انا خلفت ابني نفس اليوم، رحت على البيت انا وجوزي وابني، لا عندي ناني ولا صانع ولا امي ولا ام ولا حدا. كان عمري 26، كنت عارفه بالضبط شو بدي، كنت عامله كورسات كيف بدي رضع وكيف بدي غير كيف بدي حمم.